وينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف الوكيل المساعد لوزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان. مساء الخير سيد فياض. ويعني بداية، تحالف قطباء الإرهاب في اليمن قطر وإيران عبر أذرعهما من الإخوان والحوثيين وحزب الله بإثارة الخراب والدمار والفوضى وإشعال الحرب، يعني كيف تعلق على هذا التحالف الشيطاني في اليمن؟ طبعا هنالك تدخلات كافرة واضحة قامت بها الجماعات المتطرفة بشكل واضح وصريح، وعملت على دعم ميليشيات الحوثي صالح من أجل زعزعة أمن واستقرار اليمن، وذلك من أجل تنفيذ مخططات واضحة. هذه المخططات لولا تدخل التحالف العربي بدعوة واضحة من رئيس الجمهورية لكانت اليمن اليوم أصبحت ولاية من ولايات دولة الفقيه، والمخططات الإرهابية التي تحاول أن تصدرها تلك الجماعات المتمثلة بإيران وحزب الله والجماعات الإرهابية المنتشرة بشكل كبير في الوطن العربي، ولكن بحكمة المملكة العربية السعودية و الملك سلمان بانطلاق عاصفة الحزم استطاعت أن تعمل على إيقاف وكبح كل المشاريع التي كانت تحاول إيران وحلفائها في المنطقة من أجل تصدير الخراب والدمار لليمن. نعم سيد فياض، صحيفة الشرق الأوسط نشرت دلائل مدعمة بوثائق عن تورط الدوحة في إشعال حرب على الحدود الجنوبية للسعودية عام 2009. يعني الآن بعد أن قامت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بكشف هذه الحقائق، ألا تجد أن هنالك أخذ الانحسار في شكل العمليات الإرهابية في اليمن بعد تكشف الدور القطري؟ طبعا هذه الوثائق كانت واضحة لدى المتابع اليمني عن قرب، ذلك من خلال الوساطة القطرية التي تقدمت فيها الدوحة في نهاية الحرب الخامسة والسادسة التي شهدتها اليمن ضد ميليشيات الحوثي، وهي التي كانت الضامن أو الضمين للجماعة الحوثي المتطرفة في اليمن، والتي أخرجت زعيم المتمردين حينها عبد الملك الحوثي إلى طهران، وكانت هنالك علاقات وطيدة. أبناء محافظة صعدة تحديدا دفعوا ثمن باهظ من خلال تلك التصرفات التي قامت بها الدوحة من أجل إنقاذ وإعطاء الميليشيات الإنقلابية الحوثي في 2009 وما قبلها من الدعم، سواء الدعم اللوجستي أو الدعم العسكري أو حتى الدعم السياسي، وهو ما ترتب عليه لاحقا ظهور هذه الجماعة الفاشية التي تحاول أن تتحكم بشكل كبير بحلم اليمنيين وتطويق العملية السياسية وفق أجندة خارجية تتنافى كليا مع المجتمع اليمني وتتنافى كليا مع الطبيعة الاجتماعية والعادات والتقاليد في اليمن، وهي تعد جماعة دخيلة عن اليمن. وأيضا نستطيع أن نلخص القول بأن المجتمع اليمني أصبح على دراية واضحة بمن يدير تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة، وأصابع الاتهام تدل على أن هناك دول سواء دول صديقة أو دول شقيقة متورطة بهذا الشيء. نعم، الوكيل المساعد لوزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان، شكرا جزيلا لك.